طبعا الروبوت ده المفروض ان هو بيعمل اكسبلوريشن على المريخ للمناطق الاعلى رطوبه. معروف ان المريخ فيه كم رطوبه كتير لكن مفيش ميه. تولد اكتر من 5000 لتر في اليوم، 50000 لتر في اليوم. ممكن اعمل سكيلينج على قد ما اقدر، مفيش مشكله خالص. اقدر كمان مش استخدمه على المريخ بس، كمان اقدر ان انا استخدمه في اي منطقه صحراويه مش بيوصل لها مصادر المياه الطبيعيه زي الانهار زي الابار.